FM. الكلمة ليك. كنت أشتغل في تونس في مستشفى شارنيكول، كانت بادرة مني لنتحول إلى جهة نابل باش نفيد الجهة، لأنه الاختصاص غير موجود والمواطنين قبل يلقوا صعوبة باش نداويهم في تونس. إلى حد اليوم الماتريال 25% اللي جاء، ما عنديش معدات اللازمة، ظروف العمل غير ملائمة من اللي خرج سي صادق سيسي، راهو في التقاعد جاء وراه إنسان آخر، الإنسان هذايا ما وفرناش، ما يساعدوش الاختصاص، حتى المواطنين أونوتاج بالحق أونوتاج، لأنهم يجيوا يعديوا يرفضوا التسجيل متاعهم. في البداية يقول الدكتورة مش موجودة، دكتورة ما رجعت لتونس، دكتورة باش تحل بريفي، معناها عندي عدة شهادات من المواطنين يكتبوهم لي وكيف يراوني يحكيوا لي، وهذا غير صحيح. تلقاني في المستشفى وما نلقاش نمشي العيادات الخارجية، دكتورة ما جاي حد، وهما المواطنين يطردوا فيهم. أعلمت الإدارة الجهوية، أعلمت المدير المستشفى، أعلمت الوزارة، يتم منعي باش ندخل قاعة العمليات، ما نجمش أفتكها أنا قاعة العمليات، أنا نخدم في دولة في وزارة الصحة، مؤسسة عمومية ما هيش ملك حتى طبيب، كل طبيب يلزم يوفروا له كان باش يشتغل فيه، والمواطن عنده حق في العلاج، يجي يداوي في نابل، يلزم يداوي، يلزم يعدي، يلزم يقوم بالجراحه نتاعو ولا عملياته، ما يبداش مبهدل. فما مواطنين راهو يجيو من الريف نتاع نابل، عندهم حق التنقل لهنا نابل بالسيف يتسلفوه، كيفاش باش يمشي يقول لهم امشيو لتونس ومشيو لسوسه؟ علاش هذا الكل؟ انا مش فاهمه الى حد الان. طبيبه موجوده لهنا ونطردوا في المواطنين الجهه ونبعثوهم في مستشفيات اخرى. الكلمة ليك.